تكمل يا تاسع، حكي لي مثال 7 16 صفحة 89. إذا كان جيب 5 سين يساوي جتا 4 سين، ما قيمة سين بالدرجات؟ طيب هلا أنا هو حكي لي جيب 5 سين تساوي جتا 4 سين. طيب يا مس، هلا أنا شو بدي أعمل؟ طالب مني قيمة سين بالدرجات. أول شغلة بدي أعملها بدي أستفيد من العلاقة اللي أخذناها، إنه جتا الزاوية يساوي جيب متممة الزاوية. جتا الزاوية يساوي جيب متممة الزاوية، يعني لما هي تكون سين هون شو بحط؟ سين. طيب لما تكون عندي 4 سين، هي جتا 4 سين تساوي جيب 90 ناقص 4 سين، يعني متممتها. طيب هلا كمان هو حاكي لي بالمعطيات انه جتا 4 سين تساوي جيب 5 سين، هاي معطيات وهاي علاقة، تمام؟ طيب هلأ شو استفدت أنا منهم؟ هاي جت الأربعة سين وجت الأربعة سين بتساوي جيب 90 ناقص 4 سين، أيضا جت الأربعة سين تساوي جيب 5 سين، يعني بزبط أخلي هاي القيمة تساوي هاي القيمة، صح؟ إذا رح أكتب جيب 90 ناقص 4 سين تساوي جيب 5 سين، لأنه جت 4 سين تساوي هي القيمة، أيضا جت الأربع سين تساوي هي القيمة، إذا هي القيمة وهي القيمة متساويات. طيب هلأ أنا شو رح أعمل؟ خلص جيب وجيب رح أشيلهم، رح أحكي 90 ناقص 4 سين تساوي 5 سين. طيب هلأ بخلي السينات مع بعض، زائد 4 سين زائد 4 سين، هاي راحت مع هاي، إذا 90 درجة تساوي 5 و 4 9 سين، أقسم على 9 على 9، إذا قيمة سين 10 درجات. أيضاً يا تاسع في عندي علاقة كتير مهمة اللي هي جيب تربيع سين زائد جتا تربيع سين تساوي 1، هاي بدك تحفظيها زي اسمك، هاي بسميها المتطابقة الأم. شو بسميها؟ بسميها المتطابقة الأم. تعالوا نشوف كيف صارت جيب تربيع سين زائد جتا تربيع سين تساوي 1. طيب أنا بدي أشوف للزاوية 30 درجة لأني بعرف جيبها وجتاها. يلا جيب تربيع الزاوية 30 زائد جتا تربيع الزاوية 30 قديش حتساوي؟ قديش جيب 30؟ نص، وأربعها لأنه هو حكي لي بدي أربع. طيب زائد جتا 30 قديش؟ جذر 3 على 2 على 2، وأنا بدي أربعها لأنه هو حط لي تربيع. طيب نص تربيع يعني ربع، التربيع بلغي الجذر وما أنسى أربع المقام، لأنه التربيع للبسط وللمقام بتصير عندي 3 على 4، 1 زائد 3 4 و 4 زائد 4 4، إذن 4 على 4 تساوي 1، هيها اللي هي هون، تمام؟ بس حبيت أفرجيك بمثال بسيط كيف يعني جيب تربيع سين زائد جتا تربيع سين تساوي 1 من خلال الزاوية 30، وإذا طبقتها على جميع الزوايا الحادة هيطلع معي نفس الشيء 1. نشوف هذا المثال يا تاسع، بحكي لي إذا كان جيب سين يساوي 8 من 10، ما قيمة جتا سين؟ أنا هون رح أستخدم المتطابقة الأم، رح أكتب جيب تربيع سين زائد جتا تربيع سين يساوي 1. هلأ قيمة الجيب قديش حكي لي؟ 8 من 10، هي 8 من 10 تربيع زائد جتا تربيع سين تساوي 1. 8 من 10 تربيع يعني 64%، بدنا نقولها للطرف الثاني، حيصير عندي جتا تربيع سين تساوي 1 ناقص 64%، 1 ناقص 64% اللي هي 36%، خدي جذر تربيعي للطرفين حتصير عندك جتا سين تساوي موجب وسالب 6 من 10. هلأ أنا بكوني بحكي عن زوايا حادة رح أهمل الإشارة السالبة، إذا رح أحكي جتا سين تساوي 6 من 10. ليش تاسع؟ أنا بدي أعطيك هاي المعلومة اللي هي رح تفيدك إن شاء الله بالمرحلة الجاي. أنا هاي عندي هذا المستوى البياني أو الديكارتي، أنا بتكلم عن زوايا حادة يعني عن ربع أول، هذا بسميه ربع أول، هذا بسميه ربع تاني، هذا بسميه ربع تالت، هذا بسميه ربع رابع. هلأ تاسع افهمي شو بدي أحكي، بالربع الأول جميع النسب المثلثية بتطلع قيمتها موجبة، جميع النسب المثلثية بتطلع قيمتها موجبة، فرح أكتب كل حاكم ظالم جته نيلة، أو كل
جيب يظلل جتا. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني يا تاسع إنه هون جميع النسب المثلثية موجبة، جميع النسب المثلثية موجبة، يعني الزوايا من صفر لعند أقل من 90 شو بدها تكون هاي الزوايا الحادة؟ جميع النسب المثلثية إلها موجبة. طيب هون الجيب فقط هو الموجب، وفي أيضا نسبة مثلثية مرتبطة فيه حتاخديها إن شاء الله بالصف العاشر، هي اللي حتكون موجبة بالربع الثاني، الجيب الموجب. بالربع الثالث بس الظل الموجب، بالربع الرابع الجتا فقط الموجب. طبعا في نسبة مرتبطة بالظل وفي نسبة مرتبطة بالجتا، ما بدي أتعمق أنا أكثر من هيك، حتاخديهم إن شاء الله بالصف العاشر. هلأ أعطيكي مثال بسيط، لو إجيتي طلعتي أنت هون جيب مثلا 30 50 ظل 60، أي نسبة بدك إياها زوايا بتكون أكبر من صفر وأقل من 90 درجة رح تلاقيها على الآلة الحاسبة بتطلع معاكي موجبة. طيب روحي على الربع الثاني، الربع الثاني حتكون الزاوية أكتر من 90 صح، من هون لهون هيك 90، خدي مثلا 120، طلعي جيب 120 حتطلع موجبة، طلعي جتا 120 حتطلع سالبة على الآلة الحاسبة. تمام تاسع؟ أرجع على المثال اللي كنت أحكي عنه، إحنا بالربع الأول يعني زوايا حادة بهمل القيمة السالبة وباخد فقط الموجبة. وضحت لك من هون ليش أنا أخذت القيمة الموجبة، وإن شاء الله رح تتعمق فيها بالمراحل الجاية. طيب هيك إحنا طلعنا جتا سين تساوي 6/10. طيب تاسع ناخذ هذا المثال.